تشكل فئة الاحتياجات الخاصة في مدرسة افتح بولس السادس ببيت لحم علامة رجاء وحياة للعائلة والمجتمع بأسره، حيث تستقبل هذه المدرسة تلاميذ الصم والبكم بكل محبة وحنين وإنسانية، وتقوم على رعاية هذه الفئة راهبات يتحلين بالصبر والعطاء. نورسات الأرض المقدسة زارت المدرسة وأعدت التقرير التالي. مدرسة افتح بولس السادس التي تقع وسط مدينة بيت لحم تعتبر من المدارس الوحيدة على مستوى فلسطين تعنى بالاحتياجات الخاصة والذين يعانون من فقدان السمع والنطق. كان لنورسات جولة في هذه المؤسسة العريقة، حيث تجولنا في أكثر المرافق في هذا الصرح والذي تقوم على رعايته عدد من راهبات القديسة دوروثيا المعلمات بنات القلبين الأقدسين. تجولنا في الصفوف التعليمية، حيث التعليم البعيد عن لغة الإشارة بل تعليم أكاديمي بحت كبقية المدارس. هنا يتعلم الطالب من الروضة وما دون حتى الثانوية العامة التوجيهي. هنا نجد العطاء والصبر والحب المتبادل. احنا بنقدر نقول بفخر من المدارس الوحيدة اللي بتقدم خدمات على المستوى الفلسطيني لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيعانوا من السمع والنطق، ونحن في عنا كادر متميز لتقديم هاي الخدمات لهاي الفئة، وفي نفس الوقت نحن نواكب كل ما هو جديد على مستوى العالم ضمن هذا المجال، ونعمل على إعادة دمج هؤلاء الطلاب مع المجتمع حتى يكونوا أعضاء فاعلين وقادرين على مواجهة التحديات وتقديم خدمات أفضل لبناء مستقبل الوطن الفلسطيني. كما نجد هنا قصص نجاحات تحققها المدرسة عاما تلو عام. مدرسة افتح بولس السادس تضم طاقما تعليميا وكادرا ذا كفاءة عالية، كما يتلقى الطالب جميع الخدمات والمتطلبات الحياتية اليومية من مأكل ومشرب ومنام. من عمر سنة لثلاث سنين بتكون هاي المرحلة تأهيلية للطلاب، تحضيرية لكيف بدهم يفوتوا لقبل الروضة. ننتهي من هاي المرحلة بنطلع لمرحلة الروضة اللي هي بتكون من عمر 3 سنوات لست سنوات، 6 سنوات ونص. عندنا في مرحلة الروضة برضو بنعمل تأهيل سمعي ونطقي، بالإضافة للصفوف الموجودين عندنا في بعضوا معلماتنا دروس فردية للطلاب، لأنه إحنا هون عندنا ما بنستخدم لغة الإشارة، بنستخدم قراءة الشفاء للطلاب. هلأ ننتهي من مرحلة الروضة، بيطلعوا طلابنا بنتقلوا لمرحلة الابتدائي اللي هي من صف أول لسابع. هون إحنا بنستخدم منهج التربية والتعليم، المناهج العادية زيهم زي أي طفل أو أي طالب عادي في أي مدرسة عادية خاصة أو حكومية، نفس الكتب ونفس المنهج. هلأ لما يخلصوا من صف سابع سادس بيطلعوا لصف سابع ليوصلوا لمرحلة الثانوية العامة. عندنا هون في مرحلة الثانوية العامة بس القسم الأدبي، ما عندنا القسم العلمي لأنه شوي منحسه صعب لطلابنا، أما بالأدبي هم ماشيين وكتير تمام وبوصلوا لمرحلة الثانوي بخلصوا التوجيهي، ومن بعد ذلك بندمجوا في الجامعات. في عنا كتير قصص نجاح في لطلابنا باندماجهم في الجامعات، قسم المحاسبة، التربية وما شابه، وفي قسم من الطلاب بتجهوا للقسم المهني. كما زرنا الكنيسة التي تتوسط الصرح والقاعات والمرافق المختلفة التي تتزين بصور وأيقونات. هنا يكمن العطاء من قبل الراهبات والإدارة والكادر التعليمي. المدرسة بلشت لما يجا قداسة البابا بالحاج اللي يجا بال1964 للأراضي المقدسة،
وطلب انه يكون في مدرسه لسم البكم للطلاب اللي ما بيسمعوا، لانه شاف انه في كثير طلاب ما بيحكوا. واحنا يعني قبلنا كرهبنه فتحنا هذه المدرسه بال 1971 مع 24 طالب يجوا نرسوا من الاردن، لانه كان مفتوح. وهلا تقريبا في 180 طالب من سفر للتوجيهي. وبال 1214 احنا كمان عملنا فتحنا التوجيهي اول مره. وكمان اليوم السنه هاي كان في 8 طلاب توجيهي، نجحوا 7، معناته هي نعمه كبيره. واكثر شيء يعني المدرسه بس الصوم، بس بنخليهم يحكوا مش بالاشاره، بيحكوا حكي يعني. هي اهم شيء، لانه بعدين لما بيتروا ممكن يعني يحكوا مع الناس بالمجتمع، يعني كانه ناس عاديين زيهم يعني، بعدين بيكملوا كمان بالجامعات وشيء هيك. عائله واحده معا نرتقي، شعار كتب على لوحة لكي يبقى هذا الصرح شامخا. هذه المؤسسة تسعى دائما لكل ما هو متطور وجديد. هي عائلة توفر للطالب الذي يعاني من فقد نعمة السمع والنطق، توفر له الطريق لكي ينخرط في المجتمع. نعم، من هنا ومن مدرسة افتح بولس السادس تمكن الطالب بأن يندمج بالمجتمع ويستطيع مواجهة التحديات. للنرسات مارلين الحدوة من مدرسة افتح بولس السادس بيت لحم.